حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على صانع المحرك الأوكراني AI-322F بعدم تسليمه هذا المحرك إلى تركيبة الدرون الجديدة ميوس، وهي مقاتلة تركية جديدة بعد نجاح اختبارات بهذا الخصوص وبإدماج هذا المحرك فيها على الأقل، وهذا الذي جرى توقيعه من إيفاشنكو بروغرس وبيرقدار في 11 نوفمبر، لأن اتفاق الشركتين اليوم أخذا بعدا آخر ودخل المحرك الثقيل AI-450 في درون أكينجي، وتعد أميوس مقاتلة درونية أميط عنها اللثام مع محرك AI-322F. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الأزمة تتطور ما بين أنقرة وبين واشنطن، إذ تجاوز الأمر اليوم AS-400 إلى موضوع آخر اسمه ميوس. هذه المقاتلة التركية الجديدة لديها أبعاد شديدة الأهمية، عندما نقارن أنها يمكن أن تدير المعركة اليوم مع قبرص لوحدها، يمكن اليوم وعبر الدرونات وعبر استراتيجية الدرونات وعبر استراتيجية مهمة للغاية فيها مقاتلات وفيها أيضا طيران تجسس وفيها ما سمي بدرونات اعتراضية، كل هذا يسير باتجاه حرب شمال قبرص بطريقة التكنولوجيا. أنا أتحدث اليوم عن صعوبة كبيرة في قبول الغرب لمثل هذا التطور الذي ينجزه الأتراك، ومهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل من أجل إيقاف المحركات عموما الأوكرانية الموجهة إلى تركيا. لكن تركيا وجدت طريقا بسيطا جدا، إما أن تكون المحركات الأوكرانية أو ينقل هذا الوضع. اليوم هناك محركات تركية، ومهم جدا نقل هذه الخبرة الأوكرانية إلى هذه المحركات وينتهي الوضع. يعني أن المحرك اليوم الأوكراني يعتبر محركا أوكرانيا بحكم الجغرافيا وليس بحكم الاتفاقيات، فالاتفاقيات هو محرك تركي أوكراني. لذلك هذه التكنولوجيا اليوم تكنولوجيا مختلطة غير قابلة للفصل أو الانفصام. لكن بالنسبة لما يجرحه هذا المحرك بالنسبة لمشاعر الأمريكيين وهم يرون مثل هذه الرؤية، فإن كل التقدير الحالي يذهب إلى أكثر من خلاصة سريعة. أولى، أننا أمام تطوير محرك سريع. قبل قليل كان هناك محرك في حدود الشهرين، كان هناك محرك ثقيل ولكنه ليس بالأداء العالي الذي يؤديه اليوم هذا المحرك 322F. إذن هذا شيء هام للغاية. هناك تطوير لصناعة المحركات وبتقنية أيضا تركية مختلطة، يجب الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه النقطة. المسألة الثانية، أن الأوكرانيين يوقعون أكثر كلما اعتاد الأمريكيون، والأمريكيون يرسلون المساعدات أكثر كلما وقع الأوكرانيون مع الأتراك. وجدنا أن هناك مساعدات وصلت إلى حوالي 300 مليون دولار في أقل من شهرين. نتحدث اليوم عن جافلين، نتحدث على جميع التقنيات الحالية، بل إن هناك سعي كامل إلى إعادة انتشار للبحرية هناك، البحرية في هذه المنطقة على وجه التحديد في البحر الأسود كلها يعمل عليها الجميع. إذن بالنسبة للأمريكيين اليوم وبالوصول بطائراتهم إلى 100 كيلومتر، الاعتراض وصل إلى 100 كيلومتر جوا ووصل إلى 35 كيلومتر بحرا أمام القرم، فهذا يعني مباشرة أن الرسائل تتوالى. كلما زاد التعاون التركي الأوكراني، يعرف جيدا الأوكراني أنه قبلا كان لا يحرك الأمريكي
طائرة واحدة ولو حركها لما سقطت القرن. الآن يعرف جيدا أنه كلما زادت استقلاليته ووضع اتفاقيات أكبر مع تركيا وجد الأمريكيين يسابقون والبريطانيون باتفاقيهم البحرية الدفاعية أيضا يواصلون مثل هذا الوضع للذهاب أبعد إلى شراكة وإيقاف أردوغان بهذه الطريقة. لكن هنا نطرح سؤال مباشر وواضح ولا غبار عليه، هل هناك ما يثبت أن العمليات 16 التي خيضت في أوكرانيا والتي عملت فيها البيرقدار بمحرك تركي، وأيضا وهذا مهم أن البيرقدار الأوكرانية بالمحرك الأوكراني لم تستخدم، وهذا أوضحناه سالفا، والآن عندما استخدمت نفس الكفاءة اليوم أداها الأوكرانيون. الشراكة حسب الروس وهم خصوم ودائما اعتمد على لغة الخصم في معرفة ماذا وصل إليه الآخر، وهذا من باب المقاربة كي نرى ماذا يريد أن يقول الروس بهذا الخصوص. إن أول جملة يتأكد منها الروس والأمريكيون أن التعاون التركي الأوكراني قد يكون مؤثرا ما بعد سنتين. ومهم جدا بالنسبة لأردوغان أن يكون هناك فتح ما عسكري والوصول إلى قطعة عسكرية متقدمة قد تساعده في الفوز مرة ثانية أو تساعد حزبه على الأقل. هذا في نظري الذين يحسبونها من صناديق الاقتراع. المسألة الثانية أن القدرات التي سيعمل عليها الأتراك اليوم ستكون منفصلة عن الغرب، منفصلة عن إسرائيل. إن ورث هذا الرئيس القادم ما بعد أردوغان لمثل هذه العقيدة فهذا يكفي لإعادة توجيه تركيا إلى نفس المسار الذي قطعته اليوم لسنوات مع أردوغان، وستتواصل هذه المسيرة أو على الأقل يصعب الارتكاز أو يصعب العودة مرة أخرى إلى النقطة السالفة. يصعب العودة بتركيا إلى ما كانت عليه سالفا في عقيدتها القتالية، في قضية ما يسمى بالوطن الأزرق، في وجودها في البحر الأبيض المتوسط، في أفريقيا، في الصومال، في أفغانستان، في إذن في هذه المناطق كلها. هنا يطرح سؤال مباشر حول استراتيجية القوة التركية، لأن اليوم القوة التركية هي التي تحمي الصادرات التركية. في أيام سابقة وجدنا على أن التصدير التركي محمي من طرف الناتو وتحت توافقات مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا بالنسبة للتمويلات كلها لا شيء معروف. لكن الآن في اختلاف شديد للغاية أمام إعادة تقدير الوضع بشكل كامل. وهنا نطرح سؤالا مباشرا، هل قضية المحركات الأوكرانية التي عرفت طفرة في الشراكة التركية الأوكرانية، هل هذا يعني أننا أمام انقلاب آخر على التقنية الروسية وتطويرها في جميع المجالات؟ الأتراك وخصوصا أردوغان مع هذه النقطة على وجه التحديد الذهاب بعيدا في إعادة هيكلة كل الصناعة الأوكرانية التركية إلى درجة أن الرغبة في أن تكون هناك قاعدة تصنيعية سالفة للسوفيت وأيضا للأمريكيين. فكانت الصفقات عموما لا للاف 16 الامريكيه وايضا للسخوي 25 كلها يريد الاتراك اليوم ان يصيروا ب 120 بالسلسان وعبر الاف 16 المطوره وبتقنيات متقدمه تركيه، ويريدون ايضا ان تكون هناك اسطول موجه ايضا وهو من اصل سوفيتي
هذه الصقايه 25 واعادتها واعاده تاهيلها بما يناسب، ايضا دخولها في الحرب الالكترونيه، الحرب الالكترونيه البعيده المدى، وادقق هنا. لذلك فمحاوله الوصول الى 100 من السقاي، 100 من الاف، سيكون مثل هذا التأطير عقيدة جديدة غير مسبوقة في تاريخ تركيا، وتركيا لأول مرة تتجاوز الناتو. ليست المسألة بالاس 400، اس 400 هناك بدائل طرحها أيضا أردوغان وتحدى بها فرنسا، لكن فرنسا والإيطاليين الذين يريدون أيضا تطوير دفاعات جوية أو صاروخ دفاعي جوي من الجيل الرابع، أي بما يماثل الأس 400، أو الجيل الخامس، الأتراك يريدون بل ويسعون لذلك. لكن على العموم، هل الفرنسيون يقبلون مثل هذه الطفرة التكنولوجية التي تجمع الشرق والغرب دفعة واحدة؟ وهذا نفسه الذي قامت به الصين بطريقتها، إذ أنها كانت اقتصاديا إلى الغرب وعسكريا إلى الشرق، إلى حين أن أبدعت تقنياتها وسوقها وأيضا كوربس، أو هذا المتن الدفاعي الخاص بها. إذن هذه نقطة هامة للغاية. أما بالنسبة لما يجري الآن عليه الوضع عموما، فإن جميع القدرات الحالية التي يراها على الأقل أكثر من طرف، أن ما سمي الآن بالتقنية التركية الأوكرانية تذهب بعيدا باتجاه العمل أولا على قدرات هامة جدا وغير مسبوقة، لكنها قد تؤطر بشكل واضح عمليتين اثنتين. أولا بالنسبة للقرن والتعاطي مع شبه جزيرة، وليس مع جزيرة فقط، لذلك لديها الدعم المباشر بريا من طرف الروس. أما بالنسبة للجزر اليونانية فإن السيطرة عليها لديها طرق أخرى. وحسب هذه التقديرات فإن الأمور اليوم تذهب أبعد باتجاه قدرتين أو قدرتين أساسيتين ومهمتين جدا. أن المحركات اليوم بالنسبة لأكينجي وبالنسبة أيضا لهذه الطائرة المقاتلة، لهذه المقاتلات الثقيلة والتكتيكية، كل هذا يصل إلى أمرين اثنين أو خلاصتين مهمتين. أولا، الأتراك تجاوزوا أو شبوا عن الطوق بلغة القدماء، وعندما تشب تركيا سنرى على أن هذه القدرات هي مولدة لقدرات أخرى، وهذا الذي يتخوف منه الفرنسي. ثانيا، أن الفرنسي لا يريد بأي حال أن يشارك، وأخطر من هذا، وهنا لأسرار شرق أوسطية، في المكالمة التي جرت ما بعد أزمة أوكيوس، ما بين بايدن وما بين ماكرون، ونتيجة التقييم الذي حدث لماكرون وبعد أن انتهى من طلب القيادة وتحويلها إلى قيادة أوروبية، والتسليم لن يكون أبدا للقوات الأمريكية، لأن هذه المنطقة من الغلاف الفرنسي، الغلاف الأوروبي، هذا يتعلق ببرخان. كل هذا قبل به بايدن تماما، كما على ماكرون أن يقبل أن هناك غلاف الكومنولث، وهناك أستراليا، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية، والغلاف الاستراتيجي البريطاني لا يجب أن يمسه الفرنسي، والأمريكي يدعمه كلا من فرنسا وبريطانيا على حد سواء. عندما وصل الأمر إلى هذه اللحظة وكانت قد حسمت في أكثر من نقطة، ماذا كان بالنسبة لتركيا؟ كانت أزمة. أول طلب طلبه ماكرون ألا تكون شراكة تقنية ودفاعية ما بين أردوغان وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، تحت أي ظرف، تحت أي ظرف وأي مساعدة لا يجب أن تكون. مثل هذا الوعد عندما يطلبه ماكرون ويطلبه أيضا بمرارة وشدة، هذا يعني أن التخوف من الشراكة اليوم
مع تركيا ستدفعها أكثر إلى شرق أوروبا وإلى أوكرانيا وإلى أيضا رومانيا وبولونيا وإلى آخره، وهذا الذي سيشكل التحدي القادم، لأن السوق اليوم سوق السلاح التركي لم يعد جالبا للأمريكي، لم يعد جالبا للغربي عموما، للسوق الغربي عموما. فماذا بقي؟ بقي خيار واحد، الجيش التركي لم يعد له أي خيار على الأقل في الأفق المنظور، لسبب واحد، لأن الأمر متعلق بالأساس بمثل هذه الخطوة التي قطعها أردوغان، ولا يمكن للجيش العودة مرة أخرى إلى مثل هذه الاتفاقيات والشراكات. سأقول ببساطة شديدة لمن يشكك في هذه المقاربة، سيقول أن الأمر ليس كذلك، الكل سيعود والكل سيتوقف، والاف 35 فور وضع الاس 400 في أنجرلاك أو تحت إمرة الأمريكيين، فهذا شيء منتهي إلى آخره. عندما طلب الأتراك الباتريوت لم يكن أردوغان في الحكم، كان قبلا طلبت أن تشارك تركيا في الباتريوت، ورفض الفرنسيون وقبلها الأمريكيون. الفرنسيون يتدخلون دائما فور أي شراكة جدية ما بين أمريكا وتركيا، يتدخل الفرنسيون لإلغائها. وبالنسبة لهم عندما وقع ودفع دفع الأتراك حصتهم مليار و400 مليون في صفقة الاف 35، ماذا وقع للفرنسي؟ الفرنسي وصل إلى درجة أنه أراد تعويضا مباشرا لتركيا ولو بأداء الخسائر، يعني مبلغا ماليا يتجاوز النصف مليار دولار. هذا ما يمكن تأكيده اليوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.